وبالنسبة لردنا على استهداف العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة وعلى ميناء الحديدة وصهارج النفط، فهو قرار حتمي وهو آت وقرار حاسم ولا رجعة فيه، والتوقيت المناسب قد ربما خلال ساعات قد ربما خلال أيام سيصدر من القيادة باستهداف العمق الإسرائيلي واستهداف الأهداف التي رسمتها القيادة في هذا المسار. وبالتأكيد العدة قد أعد لها وتجهيزات قد استكملت والتحضيرات كذلك استكملت، لم يتبقى إلا تحدث الآن عن رد منفرد لا يتعلق بالرد الإيراني ولا يتعلق برد حزب الله، هذا رد خاص يمني خالص. بالتأكيد ردنا هو رد على استهداف العدو الإسرائيلي على مدينة الحديدة، وقد يأتي في إطار التنسيق مع إخواننا في المحور، وقد يكون في مسار واحدية الرد مع الأخوة في الجمهورية الإسلامية وقد يكون منفردا، ولكن المحك في هذا هو أن الرد قادم ورد قوي إن شاء الله ومزلزل للعدو الإسرائيلي الذي ترنح أمام المباركة من الصواريخ ومن المسيرات الانقضاضية التي وجهها وأطلقها إخواننا في حزب الله.